انا حاضره زعما بمحض الصدفه، حيت انا ديجا موجوده في جديده، فما يمكنليش ابدا نفلت هذا ليفيمون مزيون بزاف، خصوصا انتم شفتوا الدقه العاليه اللي منظم بها هاد تظاهرات القفطان، فسعيده جدا بحضوري اليوم معهم. طلعتي اليوم والله الا هذه اللي لابسه من البال، هذه شي تسم ترابو، هذه اللي لابسه فالدا. كتقولوا لها انتم واقيلا شنو كتصايا؟ انا دائما صراحه الاطلالات والسر في الاطلالات كيكون غير في البساطه، قد ما كانت البساطه قد ما كان الانسان جميل وكيبان مزيون، كيبان كيوت. انا الاعمال ديالي كنعتبرها كل صباح عندي عمل، انا دائما حاضره في لي فيديو ديالي، دائما في الانستغرام، الى جانب انني حاضره مع رشيد تشوف الموسم الجديد ديالو ان شاء الله كل جمعه. غتشوفوا هناء المريني باطلاله مزيونه بزاف ان شاء الله تليق بكم وتعجبكم ان شاء الله. كنقول لهم كنقول لهم شكرا بزاف على الكلمات المزيونه، على التعاليق، على وقتكم اللي كتعطيوه لنا باش كتفرجوا فينا. ان شاء الله حتى حنايا نزيدوا نضاعفوا الجهود باش حتى اللي ما كنعجبوهش ان شاء الله نرجعوا نعجبوه ان شاء الله مع الوقت. ماشي شي حاجه، عادي صراحه، انا كنعتبر راسي باقي هي غير شويه المسؤوليه كتزاد وكتبقى ترد البال اكثر، شنو كتقول هنايا، شنو كتعمل، يعني كتلاقى وصافي. هذا الشيء هو اللي تبدل صراحه. انا نقول لك انا ملي كنت كنعرف راسي وانا صغيره كنعرف بلي القفطان مغربي، وكنظن غيبقى الى ان ينيت الله الارض ومن عليها. والصراحه واخا ينسبوا اي واحد راسه والله ما كيجي معاه من غير المغربيات، القفطان المغربي الى لبساته غير مغربيه كيطلع ليها السر، ولكن الاصل في القفطان المغربي انها كانت كتلبسه مغربيه بنت مغرب. شكرا بزاف ليك على الاستضافه، ان شاء الله نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.